ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صباح اليوم وفد دولة الإمارات في اجتماعات قمة المائدة المستديرة لقادة ورؤساء الدول والحكومات المشاركين في الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، والتي تختتم أعمالها اليوم في بكين بمشاركة دولية واسعة. وخلال الجلسة الافتتاحية للقمة دعا الرئيس شي جين رئيس جمهورية الصين الشعبية في كلمة ألقاها أمام 37 رئيس دولة وحكومة ورؤساء عدد من المنظمات الدولية، دعا المشاركين في القمة للعمل معا لتوسيع دائرة التعاون في تطوير القواعد والمعايير الأساسية للتنمية عالية الجودة المأمول تحقيقها من خلال مبادرة الحزام والطريقة مع الحفاظ على البيئة ومراعاة المصالح والشعوب بأسلوب يتسم بالاستدامة، منوها بأهمية المشاركة في تنفيذ أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وجعلها جزءا لا يتجزأ من أهداف مبادرة الحزام والطريق وفق أفضل الممارسات العالمية، وتأكيد توازي مسار التنمية الاقتصادية مع حماية البيئة وضمان استدامة الموارد.